السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أنا أول مرة باش نعمل فيديو، إن شاء الله الناس الكل تسمع وإن شاء الله يكون درس للناس الكل. فما عادش تشيو من الإنترنت وما عادش تبعوا لي زانونس متاع الإنترنت، على خاطر بصراحة الكلهم متحايلين حاجة اللي ما يستاهلش. بيان سور سيدي بن سيدي، فما واحد اللي هو مبل غزي مهبط دي زانونس في لي باج نتاع لي فيسبوك الكل، اللي هو يبيع باغ فاسيديتي ويشيك للدار وتاتاتي وتاتاتا. امي خذت من عنده سالة وخذت من عنده فرش على اساس باغ فاسيديتي كل شهر يجي ياخذ الفلوس كل شهر 200 دينار ويعطيها لوسو السيد. من بعد ما خلص في لي شيك نتاعو في الفلوس نتاعو الكل وبقالو كان 200 دينار، يعمل هكا يصب الشيك، وبعد ما يصب الشيك يسكر تليفونه ونقعد نلوشي من بلاصه لبلاصه. وبعد يقول لي ما عندك ما تعمل لي، مش انا اللي صبيت الشيك، شوف روحك لشكون عطيت الشيك، برا امشي تفهم انت مع بنكتك، برا امشي درشنية، برا امشي. كل مره يحكي لي حكايه حسيلو. انا نقول له حاجه بركه، امي مريضه بالقلب وبالدم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك ويراك تلقاه. هذه الحاجه الاولى. والحاجة الثانية راهو اللي يتحيل على الناس، راهو الدور 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 وتخلصهم عند في الدنيا وتخلصهم عند ربي. به بالنسبة لزانونس السيدة ذي اللي هبت فيهم، اللي هو ما بالغزي السي لطفي الغزي، يهبط فيهم لي باج الكل. تا نعمل لكم، عملت كابتشور كام، تا نحط لكم تصاور تشوفوا اللي هو قاعد يعمل في لزانونس. هذي دو ان دو دو، السيدة ذي معمر قالك مش انا اللي عمرت الشيك وما فهم بيني وبينكم حد شيء. هذايا الشيك بخط يدو نورمالمون توا البنك المحكمة تحط شكون مخصص معناها ويعرف اللي هو التخطيط الخط نتاعو ولا مش نتاعو. هذايا دو ان دو دو، هذايا محضر اعلام وانذار بعدم خلاص الشيك اللي هو صبو وقال انا ما صبيتوش، فهمت، صبو من ليبيا. وكل يوم يحكي لي حكايه ويقول لي تو مدام غدوه غدوه تهنى مدام باش يضيع الوقت ونجيب لك شهاده الخلاص. به هذوما لي رسول اللي هما فيهم التصحيحه نتاعو لي كاشي نتاعو، هذوما لي رسول الكلهم ومصح فيهم هو. هاهما لي رسول، هاهما الكلهم. السيد هذايا قلاب ومتحيل معناها، صبر صبر صبر، وكي قعدوا 200 ألف صب الشيك. نكلموا اليوم في التليفون، قلت له راني باش نعمل فيديو، راني باش نفضحك في وسط الناس، راهو عيب اللي عملته، راه مرا كبيره ومرا مريضه. قال لي ما عندك ما تعمل لي، انا باش نفضحكم. شنو اللي ما عندك ما تعمل؟ عليه بابا البلاد مسايبة على قرنك، تعيش وحدك في تونس، شنو؟ شنو؟ هذوما لي رسول الكل. بالله بارتاجي لو ماكسيموم، خلي العباد تعرف الجماعة المتحايلين اللي بيعوا في الانترنت.